سي الليلة بأمي أقوى من أمك، خفقناها وعجناها وعملنا طبخة جديدة، بدلنا الأمات بالبيات. فمدام إذا جوزك قاعد بالفانيلا قدام التلفزيون انكزي شوي وقولي له يشرف على المطبخ ويبلش يتمرن على فرم البصل، وبدل ما الأولاد يقولوا لرفقاتهم تعوا ذوقوا تبولة الماما، رح يعلوا راسهم اليوم ويقولوا بصوت عالي بيي أقوى من بيك. الليلة ثلاث رجال رح يفرجونا مهاراتهم بالطبخ والنفخ، بس للأسف الأمور ما رح تكون تماماً بإيديهم، الأولاد هن اللي رح ينفذوا تعليمات البيات، والويل لكم إذا طلعت الصلصة السايطة. المنافسة بوعدكم رح تكون قوية، خاصة إنه الجوائز حرزانة والمشاركين مهضومين وبحبوا بطنهم. بس بالأول خلونا نرحب بحكم برنامجنا عريس المطبخ اللبناني الشيف أنطوان. شيف أنطوان شو أخبارك؟ منيح منيح مشتاق. شيف أنطوان من محبتي لإلك حضرت لك اليوم زلغوطة خصيصا لحلقة الليل. والله رجال والزلغيط ما في. جاهز؟ جاهز. بقول لك يا شيف أنطوان إيويها يا ملك الصوصات والكريمة، إيويها يا بطل المتبل وشوربة القيمة، كثير طيبة إيويها يا مادد أكبر سفرة وعامل أطيب عزيمة، إيويها تضلك على راس برنامجنا ونشبع من معلوماتك العظيمة. عزوات انا بدي بتضلك تمام على السريع. معقوله ولو يا بلميش؟ يعني ما فينا نقول له كلمه لشيف أنطوان، دايما جاهز. قويها يا ميشو يا مقدم لطيف، قويها كلك هضامي ودمك خفيف، قويها الشيف أنطوان رايق وغضبه عنيف، قويها بلش لي هالحلقه وخلي لي المطبخ نظيف. تكر على عينك، اكيد رح نبلش نحن وياكم بنبلش 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 تكر على عينك. المشتركين ببرنامجنا الليلي رح يكون في معنا ثلاث بيات مع اولادهم، هن رح يطبخوا. اوكي اوكي، بدلين الادوار بدلين الادوار. اليوم بي اقوى من بيك. بنبلش بالكوب الاول، فادي وبنته ألين. فادي تعلم الطبخ على ايدين امه وما بيخلي حدا يفوت على مطبخه، بس اليوم مجبور يخلي ألين تستلم هي زمام الامور، وان شاء الله ما يقلب الموضوع في المهندي. الكوب الثاني، العم أنطون وهادي. العم أنطون بيطبخ وبيدبك، واليوم جاي مع ابن الجيران هادي حتى يحولوا مطبخنا لساحة دبكة. أما الكوبل الثالث هو جو وبنته تشيرل. جو وجه إعلامي معروف حبيناه كتير ببرنامج كلامنجي، واليوم رح نكتشف مواهبه بالطبخ. أما تشيرل فما بتقل هضامتها عن هضامة بيا، يعني فينا نقول فرخ البط عوام. وهيك مشاهدينا بنكون بلشنا مع اول كوبل بحلقتنا اليوم من برنامج امي اقوى من امك، بس مثل ما بتعرفوا قلبناها اليوم وصارت بي اقوى من بيك. طبعا معنا الكوبل الاول فادي وبنته ألين. اهلا وسهلا فيكم وتحيه لفادي وألين، زقفه قويه لالن. واكيد بدنا نرحب بالكوبلات يلي رح ينفسون يلي هن جو وبنته تشيرل. اهلا وسهلا فيكم كمان، جاي دوركم جاي دوركم. والعم أنطون وهادي، ناطرينك عم أنطون، ناطرينك على طبخاتك. نو بروبلم نو بروبلم. أهلا وسهلا فيكم فادي وألين. ألين صاحبة الابتسامة العريضة من أول ما دخلت استوديو، مزين استوديو بضحكتها. وفادي بيا الوالد الله يخلي لك إياها. خبرنا، مستلم زمام الأمور بالطبخ بالبيت كمان ولا بس هون؟ لا بالبيت أكيد كله. أنت بتطبخ دايما؟ 20 سنة أنا مزوج. أوكي أنا مستلم المطبخ. بس أنت بفوت على المطبخ يعني؟ والمدام؟ لا 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 ممنوع. كمان اكيد كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. طب وليه ممنوع؟ ليه منع على المدام يعني تدخل؟ لانه اكلي اطيب. لا لا نسال ألين، اكل مين اطيب بالبيت؟ مش ضايقين اكل الماما شكلكم؟ ايه ابدا. بس يسافر اوقات مثلا اذا كان عنده شيء برا البيت الماما بتعملنا. ايه انه بنمشي الحال تمرق يعني مش هيك؟ ألين شو بتعملي بالحياه؟ انا طالعه ثالث سنه بسيكوماتريسيتي باليو اس جي. اوكي بالتوفيق دائما لك. وكيفك بالطبخ؟ لانه بهذا البرنامج دائما وقت بتجي الام مع ابنها او بنتها او البي مع بنته بيكون الطرف الثاني ما شو كيف وضعك؟ ما
ماشي الحال. مش لقطة شوي من بيك شوي؟ بلا أكيد. طب شو شاطرة غير الطبخ؟ بغني هندي شوي. هلا أنا بلغوني إنه بتغني هندي، مشان هيك أنا حضرت لك هيدا الشال الهندي. شو بتغني هندي؟ هيدي للرقص ولا للغنى؟ هلا هيدي للرقص، فينا نحطها إذا بس. أوكي فينا نحطها، كيف بحطوها؟ يلا. أوكي. زابل آلين. هلا رح ننتقل من ال LBCI بنروح مباشرة على بوليوود. أوكي لنشوف هلا آلين. صارت LBCI. نحن LBCI بلبنان وبالهند NDCI. صح؟ اوكي. ايوه. حلو اللي قلت لك على فكره طالعه هنديه. وانا شو طالع معكم؟ شو اسمه دخلك خان؟ شاروخان. شاروخان، ميشيل قصدي خان. اوكي؟ بدي اياكي تجي شوي. بليز، تفضلي آلين، لانه بعرف انا انه بالهند بيرقصوا كثير ببوليوود، صح؟ صح. كيفك بالرقص الهندي؟ ماشي الحال. ايه. يعملوا هيك مع زقفه وكذا، ايه؟ شو بنحط لك موسيقى هنديه جاهزه؟ يلا اعطونا موسيقى هنديه عليهم. هوبا. موضوع الجد اذا بدك تشلحيها خلاص ماشي. فادي 20 سنه بالطبخ، شو ما طلع لك معقول تطبخها؟ اكيد. طيب لنشوف شو في تحت الغطاء السحري. اوكي طبعا بيكون في بداخلها المكون الرئيسي. شو هي الطبخه اللي بدهم يطبخوها اليوم فادي وبنته آلين؟ شي بشهي. شو هي؟ مقلوبه. مقلوبه. برافو عليك. يلا. كيف أكل مقلوبة؟ يلا. تعرف ليه سموها مقلوبة؟ لا بس بعرف إنه مرة بابا قلبها على الأرض. وبرمضان. وبرمضان. كانت الطبخة في شهر رمضان. شو صار معك بالمقلوبة؟ عم تخبرنا آلين. ماشي كنا عم نحضر بس في أكل تاني يعني. أوكي. وطنجرة كبيرة كنت عازم حدا عم بقلبها. نص نزل على الأرض. ايوه وسميتها مقلوبه. بذكركم فادي وآلين انه معكم اول شيء دقيقه واحده لتجيبوا المكونات. على شو بتقلع؟ على اي كلمه؟ على هوبا. هوبا بنقلها لفادي وآلين. بنقول لهم 3 2 1 هوبا. بلشنا بصل. يلا معكم دقيقة لتجيبوا بس لا لا بصل يا بصل ما في يابس بصل. يابس ما بدي بصل أخضر. البصل هونيك بصلة كبيرة. حبة بندورة. يلا آلين يلا جيبي كل شيء مع بعض. بندورة. أوكي بعدين يلا اللحمة آلين جيبوا الأشياء المهمة. لحمة ولحمة لحمة لحمة. أوكي أسرع. جيبي رز. آلين آلين يلا يلا جيبي الخشبة من هون. الخشبة بعدين بعدين الخشبة. بعدين جيبوا المكونات. بهار وملح. ثانية انتهى الوقت. بهار وملح وزيت. انتهى الوقت. بنرجع لمحلها. بنرجع لمحلها. شو القصة عم بتكزدروا؟ كنت عم فكر جيب لكم شوية بزر هيك بتفقوها انتوا رايحين. آلين شو القصة؟ فادي منك كانت الغلطة، كان لازم تكون أسرع بالعملية. على كل هودي هن المكونات اللي جبتون. بصل، لحمة، رز، وباذنجان. شو ناقص من الطبخة؟ بدنا زيت بعد. زيت ملح وبدنا ملح وبهار أكيد وبهارات. قد ايه بتطلع معك المقلوبة إذا بدك تعملها بالبيت وقت؟ المفروض أنا شي 3 أرباع الساعة تكون خالصة. 45 دقيقة. نحن رح نعطيك 35 دقيقة. أوكي أوكي؟ أوكي منيح 35؟
إذا منيح 35 رح نعملها 25 منيح؟ ما عادش تقول منيح بعملها 15 لا ما تصعب علي لا هي لازم يكون في صعوبة أوكي؟ بتقول بدها 45 رح نعطيك 25 جاهزين لنبلش احنا وياكم شو يا فادي؟ حسك عتلين هم فادي لا 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 أبدا لا 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 جايين ننبسط معكم أكيد أكيد بس حسك هيك حامل هم إنه نسينا الأغراض و25 دقيقة كيف بدي أعملها؟ كيف بدي أقوم بالعملية؟ بس كلها مهمة ألين أوكي؟ لنشوف شو رح يعمل فادي وألين من قلن ثلاثة اثنين واحد اوبا بلشنا قليل الخشب من هونيك الخشب من هونيك البتنجان بالنص شيل القمعة بدك تلبس الكفوف الحديد تما نأذي ايدنا اوكي يلا يا قليل لو يلا يا قليل بهيديك الايد اوكي يلا وهيدي نصها ايوه الو اشيره نكفه شو اشيره نكفه تقشيره من تحت سريعه ايوه ايه ما بيأثر برافو برافو ما تخافي ما تخافي ايه مقبولة مقبولة زيادة من قصة كريهات هيك مربعة قليل هي الطبقة مقلوبة صح؟ بس فيها تكون مقبولة يلا اثنين ثلاثة عرضيهم كبار كبريهم شوي هلا المقلوبة بدها بشيء رزات ايش تسوي الباذنجان ايش تسوي الباذنجان ما بدك الباذنجان بس الرزات بدهم يمشي عاش الدائرة الرزات المقلاية الكبيرة اوكي ايه حطيها على النار وولعي النار ما في مش بالزيت اوكي جيب الزيت الزيت ما فيها تجيب الزيت ما فيني نجيب الزيت طب اوكي شو البصلي يعني اشتغل هلا على اشياء البصلي يلا البصلي يلا قشروا البصل والبندوره قصيها بالنص تعمليها ترنشات هيك طويله عمهلك ما تخرب شوي شوي انتبه لحالك انتبه لحالك ايه عم تقص بصل الدار بلشت تبكي هلا بكركع عاد ايه خيك ذكرتني جرب نعمل شيء بلا بصل هيك بلا بصل معي شو نحن هذا الأكل بدنا بصل شو نعمل؟ رشي هالراس خط على راسك وقص ما لا بتحرح ولا بلد ليش بقى؟ لأنه هيدي بس تحط على راسك بصير عامل هيك ما تقلب ما بتطب فوق البصلة تلاميذك عم أنتون لا انا بدي اقول لك انه حلو لونه بس مش مساقط انت مش عارف بدنا نحط نجيب كبايه من هونيك نحط رز نعمل كبايتين اوكي فيك تحطي هيدي الكبايه بقلب هيدي وتديري دير بقلبها ايوه برافو ايه يلا كيف بلشت تطبخ انت يلا يلا هيدي وحده بعد وحده حلو الجواب حلو الجواب هيدي وحده يلا دقيقه معك راح اوكي وهيدي كبايه ثانيه بدنا نقعهم بالماي بدنا نوقع نحط لهم ماي من هونيك اوكي من هونيك في شغله مهمه بالحياه انا مرقت بعشرين الف امتحان ما فيش امتحان سقط في حضور لاج لانك عندك ثقه بنفسك شو بتخرب كل شيء بسهوله بدك تجيبي لي بعد ما فيها تجيب شيء فيها تجيب طناجر وصور جيبي الطناجر يلا طنجره هيديك اكبر وحده بس ايوه مكونات ما فيها تجيب اوكي الطنجره هون حطي لي اياها اوكي بعد ايه بدي الطنجره ايه وبدنا الزيت الزيت هلا ناطرين الزيت خبرني بهالوقت كيف بلشت تطبخ انت انا ايه؟ كيف بلشت تطبخ انا معلق بامي كثير ضلني حد امي اوكي اضطريت اتعلم الطبخ اها ابدا يعني تعلمت قد ما بضلك حدا ابدا اوكي ويعني هيدي اكلت تزوجت اكلت ايوه وقعدت مع امي كمان وضلت تطبخ وقلت لها لمرتك على المطبخ ما بتقربي ابدا بس بتفوتوا وقت الاكل 100% صح 100% وبعدك هلا انت بتطبخ من 20 سنه بالضبط العمر كله قالوا له لحقش بالزمان قال زحلي عيمين عليك بدي اتجوزه قالوا انا بدي قال زحلي امه بدي قرشي بعد في عندك 5 ثواني فيك تفوت فادي جهز حالك تكبس الكبسه وبتفوت 3 2 1 صار فيك تفوت وهي اول كبسه بسرعه يا فادي يا فادي يا فادي وسعيله الوقت صار دوبل بعد 14 دقيقة فادي يلا يلا بهارات روح جيب البهارات أنا بحطهم روح جيب البهارات بسرعة جيب الأغراض أول شيء ورجع جرب الظهر منشان الوقت ما يكون دوب
أليم ماشي حالة كتير منيح هلا من بعد ما بيا قدر يفوت يساعدها. أوكي هل رح يكون اليوم فادي بي أقوى من بيك؟ بيرجع الوقت طبيعي، بيرجع الوقت طبيعي. هلا شو لازم تعمل فادي؟ إلا ولع الغاز، بدنا نقل اللحم شوي. إنه الرز ما بدك تسلقه؟ لا لا بدنا نطبقه فوق هلا بس. ما أنا مش كتير بالطبخ. 25 دقيقة ما مش. بس بيستوي بخمس دقايق الرز؟ ما بيستوي. إيه؟ زيت حط؟ لا ما في داعي، خليها لحالها. حطي لها حبة ملح. فادي وقليل مثل ما عم بتشوفوا مستمرين بطبخة المقلوبة، هل رح تنقلب معهم الطبخة ويربحوا أو ما تنقلب وما يربحوا؟ كل هالشي منتابعه بعد الإعلان. أمي أقوى من أمك. قلبت الموضوع مع بداية طبخة المقلوبة وصارت بي أقوى من بيك. قليل مستمرة بهالطبخة والطرطشة ماشية، الزيت ماشي علينا. أوكي والشيف أطوان انقاذ، انقاذ الشيف أطوان. حطي مي مغلية للرز بعد ما يلا بسرعة جيبي مي، يلا جيبي مي. الشيف أطوان الرزات بعد ما عملوا شي فيهم بعرف هلا بدي أعمل ليش علينا. يلا اوكي شيف أطوان، شو بنقول يا شيف أطوان؟ ميرسي شيف أطوان، ثانك يو شيف أطوان. بعدين باذنجان وطبي فوقهم يلا. اعطاكي هيك هنت صغير الشيف أطوان، مساعده ضروريه لتقدروا تكملوا الطبخه. فادي حسك شوي ملبك فيها اكثر هيك. او بيدخل فادي كمان. شو بدك تعمل فادي؟ رز رز والرزات نزلوا كمان عم ينسلقوا تحت مراقبة هادي وشيريل. شيريل بدها تاكل. يلا لنشوف لنشوف الطبخة كيف بدها تطلع. بيطفيها وبيرجع الوقت طبيعي. لنشوف طبعا أخصامكم شو وضعهم. مرحبا تفضل هادي خبرونا. شو بخبر؟ عم أنطون خبرنا كيف ملاقي الوضع جوا. شو ملاقي الوضع؟ العينيك كلها عجبك الشكل أو لا؟ مش عجبني ولا نتفه أبداً ولا نتفه. بحاكي 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 خلاه يقلل بيت الجنة. ما هي بدنا ننهيهم شوي. لا بتلهيهم تعطيهم. شو هيك شو رأيك؟ لبكين شايفهم لبكين. بتحس أنت رح تكون أفضل منا ل بتحس أفضل. أنا لجنبه. جو قاعدين عم بتنظروا من هون. شو بتتوقع أنت؟ أنا بقص إصبعي إذا حط طعمينا اليوم. اليوم أكل ما في. أوكي تشانل تشانل عاجبك الوضع جوا؟ عم حس ريحة زيت محروق. في زيت محروق شوي صح؟ زيت زيت من هون. حط شوي زيت شوي ما كتير. خلينا نرجع نشوف ألين وفادي شو صار عندهم بوضع المقلوبة. هل رح تنقلب معنا اليوم؟ شو فادي طمني شو تقدمتوا ولا بعد؟ لا 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 أبدا؟ لا أها يعني هلا العمليه كلها انه قصه الرز يستوي صح؟ ايه. الوقت بقى عندك دقيقه و47 ثانيه جهزت الصحون؟ ايه. اوكي انا برايي صار فينا نبلش قلبين قلبي قليل صار فينا نبلش نسكب خلص الوقت. اوكي قليل انا برايي بلش نسكب يلا حتى لو مش مستقيم. لا ما تقلبي ما تقلبي بسرعه دقيقه ونص. يلا قليل يلا قليل او يلا يا قليل يلا يا قليل. طب ما في تفكير. ايه اوكي خلص يلا جيبي غيره. يلا هيدا اول صحن. اوكي بعد عندك صحنين وكأنه الرزات الى حد الى حد ما الى حد ما استوى. يلا كثير منيح. يلا كاونت داون. يعطيك العافية
يعطيك العافية فادي. فادي كنت شايل الأمل إنه رح تضبط معكم الطبخة. لا أنا كنت بدي أتقنها كتير مثل ما أنا بعملها. يا خي جاي على مباراة وملي عم تطبخ هي قليل وبدك تعجل بوقت ضيق، هيدي هي اللعبة. هلا بدي أطلب منكم أي صحن ملاقيينه أكتر شي مرتب لنقدمه لشيف عطوان. هيدا؟ طيب هيدا الصحن فأذا متلكم لشيف عطوان. والشيف ألين بدي عزبك تضيفي أخصامك جوا بالسالون، خليني يدوقوا طبخة ألين والشيف فادي. أوكي؟ أوكي. انتبهي أنت وعم بتوصليون فادي بهالوقت. يعني بس عملية وقت كان اللي ناقص صح؟ حسك مش راضي عنا للطبخة. لا ايه؟ لا مش راضي عنا. أنا ما بعرف باذنجان ما باكل ورز مش مستوي لحمة شو هذا؟ أنا عن مالك بدي لعبس هو بس الرزات مش مستوي هاي بعد بدها ربع ساعة ربع ساعة لا تزبط ها؟ تزبط بس يعني طيب شو بدنا نرجع بعدنا نكهة طيبة بس هلا هلا نكهة نكهة كله نكهة بدل مثل ما هو نكهة بدنا نعوش حلو فازا هذا هو صحن المقلوبة اللي عملناه بإرشادات فادي وطبعا بأنامل بنته ألين شو رح يكون؟ شو رح يكون حكم الشيف أنطوان على صحن المقلوبة لعنده مباشرة؟ فهذا مشاهدي من بعد ما شفنا فادي وبنته ألين اللي طبخت اللي رقصت هندي هلأ صار وقت نشوف الطبخة اللي كانت مقلوبة مظبوط صح؟ كانت مقلوبة كانت مقلوبة صارت يا معلم شو؟ مقلوبة على الآخر على الآخر لنشوف أول شيء البرزنتاسيون جاهز؟ هل هي رح تطلع مقلوبة ولا مقلوبة؟ هيدا هو الصحن ومنقل له هوبا طالع الهبل منه مش عاطل كشكل كشكل أكيد كشكل بس الرز لك يوف بعده إيش عو إيش عو شو الوضع بدنا ندوق دوق بندوق دغري من قص ولا لا قص شو عاود الباذنجان قص أنا بحب دائما بالصحون بفنكشون حركش. إيه بفنكشون هيك بكلون شو الوضع هلا الجعان كتير بده يأكل يعني أكل حبوسي بيمشي الحال بس هو حسيته لفادي إنه انزعج من التوقيت يعني حس انه بده وقت اكثر من شان هيك هي ما بده وقت اكثر لو عرفوا جابوا انه 25 دقيقه مش قليل المقلوبه لا مقلوبه بتتطبع ب 15 دقيقه هلا معك شيف عطوان طيب وما هو لازم يعرف كمان اليوم لو جاب الزيت بالاول كانت طلعت معه من اطيب الاكلات يعني كمان اتاخر بالزيت صح زيت في 10 دقائق قطع وقت من شان الزيت شيف عطوان هذا هو يعني حكمك انه مش ولا بد ما عجبتك كثير العمليه وسط هيدا كان حكم الشيف أنطوان على الطبخة الأولى والكوبل الأول اللي كانوا فادي وألين مننتقل مباشرة إلى الكوبل الثاني لمعلم أنطون وجاره هادي هوبا بلشنا الحلقة مع فادي وبنته ألين الكوبل الأول يلي طبخولنا مقلوبة بس طلعت مقلوبة أما هلأ بنكون وصلنا إلى الكوبل الثاني كوبل مميز مع العم أنطون تحية العم أنطون وجاره هادي مرحبا هادي تمام؟ حبيبي. العم أنطون أهلا وسهلا فيك معنا البرنامج وأهلا وسهلا فيك أنت وأهلا وسهلا فيك أنت وعدنا العشرة واتكل على الله يلا عليهم أهلا وسهلا فيك عم أنطون من وين عم أنطون؟ من الفرزول من الفرزول زحمة يعني عم أنطون خبرني هالشوارب وهالشعرات قدي صار قلن هيك تركن والله هاو من وقت اللي طلعوا بعدهم من وقت اللي طلعوا تركن بس بتزبطهم أكيد هلا بزبطهم إيش بس يزبطهم شو طلعين زرايع بس إنه وقت اللي طلع شواربي بعدهم شواربي 100% ما حلقتهم مرة احترقت ضلوا شواربي غطيت إيدي احترقوا إيدي حميت شواربك يعني ضلوا شواربي بقى هلا هاو شوارب تراس عم أنطون هادي نحن هادي. عم نجي بالحلقة منقول بيي أقوى من بيك فادي كان معه بنته وجو هلا معه بنته هادي هذا عز من ابني مربي عز من ابنه هلا قد قد بس حضرتك مجوز مجوز كتير انا شو كتير قد ايه يعني اذا بقول اقول اسف تحاشا يصير احسن لا لانه انا ولا مره عايش اعزم اكيد انا لا جرب حد 100% بس قد ايه يعني كم مره مجوز خمسة مجوز خمس مرات وفي اولاد لا الأولانية بس في أولاد يعني في عندي كان ثلاثة صبيان وبنت ثلاثة صبيان وبنت وتوفي لي شاب الله يرحمه طب ما أجوا معك اليوم إجا هادي معك هادي هو جارك بالفرزول
جاري ببيروت. اه جارك ببيروت. هادي اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك حبيبي. كله تمام؟ كيفك بالطبخ انت؟ مالي علاقة. مالك علاقة بالطبخ؟ مالي علاقة. بدك تتكل على عم انطون. على عم انطون. قد ايه صار لك ضعفه لعم انطون؟ من انا وصغير. طيب بتروح بتاكل عنده بالبيت مطبخ؟ وربيان على الطبخات. ربيان على الطبخات هو والجيري كله. اه والله بتطبخ انت للحي؟ انا لما بعمل صينية. وين ساكن بالضبط؟ بلكي بناخذ شقة حدك. بنوفر الغدا. هاي بدك تعيد اسمك بالليستة. ايوه. شو معلم منه اشياء؟ العم انطون معلمنا من نحن وصغار، كان يقعدنا هيك دويره حواليه. أيوة. ويعلمنا شعر حلو، ويعلمنا الدبكه والتراث اللبناني. شو بيطلع معك شعر هلا عم انطون؟ لك يا ميشو الله يخليك. الله توقعني ولا باذيك. لا بتحرز اسكت عنك ولا بتحرز اتحرك شويك. الله. عم انطون شو قصة العصاية؟ هاي العصاية للرأس تلقطها بإيدك هاي. أيوة. حلو. أيوة. وفيك تلقطها بإيدك هاي كمان. أوعى تطير بس ما بتطيرش. لا ما بتطير. إيه؟ العم انطون بقى هاي العصا للرأس مش للتعكيز بعد ما تعكزناش. طب هيدي كمان بترقص فيها بالدبكة مش هيك؟ إيه طبعا بالأول. هيدي بترقص دبكة؟ أنا كان يعلمنا دبكة كمان من هو صغير. كمان العم انطون؟ ما حبيت الدبكة كبرت واحترفت للدبكة. اها لكن. طيب بنعمل لنا رقص الدبكة انا جاهزين بكر. اكيد جاهزين اكيد لكن. في عندنا موسيقى الدبكة. يلا روح يلا. هلا لايك كل وقت يعطي حكمه 100%. جايين نطبخ وهيدي هي مكونات الطبق اللي بدكم تطبخوه. متكل على الله. اوكي متكل على الله. شو هي هيدي المكونات؟ لك كيف تجمعوا هوني؟ لك شو متحمسين؟ اقول لكم شي بشهي او شي ما بشهي. شي بشهي. ما في شي؟ شو رح نطبخ؟ روح لنطبخ. عم انطون انا بعرف مش نافع اليوم من الفرزول. قرب معي جيه. طل من تاني مال هاد انت من الفرزول. لك شو طبخين هنا؟ شو وبتضيع معروف من لبنان. هيدا جورن. اه كماشتا شيلة. ايوه ايوه. وهيدا جبنة الكبة. شو هي الطبخة؟ هلا نحن بدنا ناكل كبة نية. نية. اوكي بدنا ندق الكبة النية. ومع الكبة النية عادة شو بياكلوا؟ يا سلطة بطاطا. لا بطاطا لا. ايه بدنا ناكل بطاطا. هو هذا شيء كثير بتطبولي حرمه. بطاطا لا بس نحن بدنا ناكل بطاطا. بدنا ناكل بطاطا. اوكي بطاطا. ناكل بطاطا ولا لا ما بناكل بطاطا. يلا نرجع نروح على موقعنا ونقلكم العم انطون وهادي. اوكي انه العم انطون رح يعطيك الارشادات. أوكي. معكم بالبدايه دقيقه واحده. هذا الكرومتر موجود فوق. دقيقه واحده بدنا نجيب مكونات. أوكي. الكب النيه ومكونات البطاطا الحرة. أوكي؟, اوكي عم انطون بدي اطلب منك تجي معي. يلا تجي معي. اوكي قرب لهون بنقول له لا هادي. هلا بس نقول هوبا ببلش الوقت دغري بدك ترجع تروح لهونيك وتعطيه التعليمات لهادي. أوراي. جاهز بنقول له 3 2 1 هوبا بلشنا. يلا بسرعه يلا لايك بدك تجيب بصله وحده وحده اسرع لحظه الوقت اسرع يا عم الوقت فهمنا بس بدي افهمهم بصله والبرغلات على السريع من هونيك على السريع والبهارات انت وجاي من هونيك في بهار مكتوب للكبه 40 ثانيه بصله يبسي يبسي هيدي بصله يبسي بصلي بصلي تحت يلا بسرعة بسرعة بصله والبهار فهم منها هيا هيدا برغل كبه يلا جيب 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 وتعب سرعة
جيب اللحم من البراد والكبة 11 ثانية ايه بسرعة بسرعة عروة شو بعد فيه بسرعة خلص وقت خلص وقت انا بجيبهم لا انا ما فهمت انا بجيبهم لا شو ده انا بجيبهم دقة يا خيي بس عطل عشر دقايق لا ما تخافش علي شو قلت لك ما شفنا شيء يلا بلش عم اهلك خليني احكي لك انتين بدنا نشوف هلا جايين نحكي ولا جايين نعمل عشاء نحن هيدي شو بصل هيدي الثوم هيدا هي بصل هيدا شو رز لك الرزات هيدي شو بدي بالرز هذا بقى شو بس كافيه هيدي بلا طعم يعني ماشي هذا حطها على جنب اوكي جايب برغل برغل اوكي وجايب الكبه الكبه يعني عندنا الكبه والبرغل والثوم لا هلا 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 بجيبهم شو في اشياء ناقصه بعد في البصله شو بدك شو بدك بس يدخل الشيف أنطوان معناته حاسس إنه الوضع غير مستقر إنه الوضع غير مستقر أوكي الله عواصف ماشي والأمطار بدها تهطل شيف أنطوان شو؟ يعني هاي أول مرة بتدخل أنا بس بعرف لعمرك ولهالشوارب الحلوين وهالشعر الأحلى والأحلى بس تدخل سريع معلش أنا بالنسبة لأنه الرجال مع بعضها أيوة رح يدخل وأعطيهم صنفين ليقدروا يضبطوا الأمور بما إنه بدي مالهم صدورهم مضبوط أيوة والوقت فيه رح اجيب لهم رصين بطاطا أوكي. وملح وبهار فقط لا غير والباقيين بدهم يلا شيف أنطوان تفضل فازن هو هذا بيجيبهم شيف أنطوان فازن عم يعملها لاول مره رح يدعمكم ويجيب اغراض لتقدر تقلع الطبخه ما هي مش عم تقلع اوكي ماشي هلا من هون بدك تدبر حالك لا بلحق ملا صعب الاكل هلا ما هلا بحطه على النار وبروح بيلتهب الكبه بتخلص كبه بيكون خذ صادق بصفيهم وبحط لهم صدر تقليه زين فازن صار عندنا هلا برغل كبة بطاطا بهار حر والملح بدعم للشيف أنطوان الناقصين كانوا بصل الزيت والكزبرة أوكي 25 يلا أوكي على الهوب والبانشو جيب عشان بطاطا للعم أنطون ولا هادي ثلاثة جيب من أولاد ومع الشارع واحد هوبا حطها هون جيب الأشارة من أولاد على السريع شو بجيب؟ الأشارة ايه يلا على السريع عشرة صح ايه يلا ايه يلا هادي نابس يلا ايه ايه نابس الكبس بالبطاطاية بده يؤشرها على ايه ايه اوكي برافو هادي ماشي الحال ايه يلا ها هي بده يفرمها هلا بده واحدة تانية اكيد بده الكفوف لازم يلبس الكفوف يلا اوكي يلا دان هادي انت بدك غيرها جيب غيرها بالايد ايوه ماشي حاله جيب غيرها على يلا حط انا شايفه لهادي عنده رشاقة قوية في باور سريع العريضة العريضة اوكي ايه حط الراس قصه بالنص بالاول بالاخر غير شكل ايه غير شكل بالطول بالطول ايه هيك ايه يلا اوعى ايدك اوعى ايدك ضرب الصايخ من فوق بايدك ايه ايوه هادي برافو هادي هيك لا ايه شاعر بنتي من بعض ظلم ايه يلا ايه يا انطون ايه ضرب انت ظلم ضرب ايوه تركين الدق الكب لبعدين هيك لك ايه صفن على بعض وهديهم بايدك اوكي ايه يلا عجل جيب سقلي من هناك جيب سقلي من هناك ولا الغاز هادي إيه؟ هادي ولا الغاز يلا يا هادي يلا هيدا ايه الكبيرة لا لا مش هيك اوكي ايه حط الوحدي حط فيه زيت دغري زيت ما في زيت زيت لك وانا هونيك الزيت ما في يجيب الزيت ما فيني يجيب الزيت لا ما فيك عشر دقايق بعد في عندك حطهم حطهم هلا وقتيهم حطهم ها حطهم فيهم اه عشر الثاني هيدي الغلطة الأساسية بالأول دقيقة الأولانية كان لازم تركز وتقول له جيب الزيت أول شيء بهالوقت تعملوا الأشياء اللي ما لها علاقة هادي أنت شو بتعمل؟ أنا كتير قصص أبلش فيه هادي عمل شيء بيأشي البطاطا أنا دانسر أصلاً هلا بيفرم بطاطا والله يا عم رقص على الطاولة يعني كوريوغراف و شو بعد هاو 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 يا أخرج عيني تردش علي روح لهناك خليني عم بحكي معه يا عم يلا اللي بعده رد علي يشيل طنجرة على الغاز شو؟ حتى حدك يلا فرمت هاو حط لي شوية مي بهاو بهاو؟ هيدي بجيب واحدة جيب كبية من هناك هاي يلا ايه جيب حطها انت حطها هنا ما بدي حط لها مي؟ لحظة حمولك غرف تايم بيدك هيك غرف تايم واحدة هيدي أول واحدة وهي تاني واحدة وهي اثنين ويسلموا بس حط فيهم مي حط فيهم مي عالسريع يلا بس بس
اتركهم حطهم هون حطهم هون. ايوه غيره. تعليمات العم انطون لهادي دقيقه جدا. شو رح يصير بعد البريك؟ هل رح ناكل كبه نيه مع بطاطا حره او ما؟ بعد البريك مع العم انطون وطبعا هادي. خليكم معنا. هلا بدو يدق؟ يلا هادي. إيه إيه يلا هادي يلا هادي لايك لايك يا هادي علي هاي ايوه هاي. ايوه ايوه إيه. ويلا لايك يا هادي دق وبروم. يا هادي يا هادي أيوة. يا هادي دق وبروم. ايه دق دق وبروما. ايوه ايه هيك لما تطلعش لحم على الارض. ايوه غيره دلع مضادق هيك خلاص ده شيري خلاص ما دمنا عمين هلا معك 10 ثواني فيك تفوت جهز حالك بدك تعمل لها ضربة قوية يلا بوش اب بوش اب تعمل لها ضربة قوية على 4 3 2 1 تفضل انطون 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 شو انا شو عم بجيب انطون كبون كبون ليكو زيت فوقك زيت فوقك اوكي زيت 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 نباتي ولا زيت زيتون خد هاي اوكي فاذا العم انطون بفوت الاشياء الناقصة شو معنا هلا يلا وبيرجع بيروح وبيكبس الكبسة بيوقف التوقيت خلص واحدة مشان الزيت ايه لك شو بدي بالزيت تعلم خلص حط البطاطا هونيك طيب عم نشوف هلا العم انطون مع هادي بس. طبعا تحت انظار منافسينهم فادي والين يلي قدموا لنا اول طبخة اللي كانت مقلوبة فادي كيف ملاقي اداء انطون وهادي كتير مهم عجبك الوضع لحد هلا ماشي الحال ماشي. الين الطباخة الواعدة الماهرة كيف ملاقي منافسك يخفف شوية حركات ب ايه عم بزيدها شوية أكثر عم بزيدها شوية عم بضيع يعني وقت يعني شوية حركات عم بضيع وقت لأنه اها جو خبرنا أنت رح تكون المشترك الأخير أنت وتشارل بنتك فشو حاسس؟ حاسس بدي أخد العصاية من أنطون لأنه إذا مش رح تنفذ مثل ما حقلها حيصير فينا مثلهم أنا كمان كمان أنطون بفوت خلص بيقص شو عم بيقص احترقوا أعصابه احترقوا أعصابه صح هلا لنشوف أنت أعصابك شو راح تقول لا لا أوكي. حتكون رايقة لنشوف لنروح على المطبخ يلا هادي ليش حطهم فوق من لون فوق من لون ايوه اوكي غيره البوش كفوف نايلون عشان ادعك بإيدي نايلون ولا الحديد لا عشان ادعك بإيدي ادعك بإيدي اوكي هودي البرغل بنحطهم مع الكبة حلو فإذا هادي عم بنزل البرغل بالكبة بدك ترجع تدقهم مزبوط يلا ها هي يلا هريك دعكم هريكم ايه هريكم بالأول عم بدقهم قد ما فيك ناعم البصل هتحطهاش بالجنب سؤال أنطون سؤالين جمهورنا بس لأنه أنا حسب معرفة أنه العم أنطون شاغل بحياته 28 وظيفة 28 مهنة بتبلش بالبناء من الأساسات أوكي عمار يعني عمار من الأساسات حديد بطون كهرباء صحية منجار بلاط طارش طب هو ده كلهم بالعمار كله هاي مهن اوكي يعني انه طرش وحجار كله هاي مهنة حرك حرك البطاطا حطه فوق من هون خطر عم انطون ما فيكش تزعله ايده بالعصاية كب النية عادة الواحد بيكل حد النهر وبيطلع معه شي بيت عتابة على الكب النية شو معقول يطلع معك اليوم؟ قال يا كاس العرق يا كاس يا الكل لك رقة وإحساس الله طيب يا كاس العرق يا كاس يا كل لك رقة وإحساس بعلمي عبطني بوديك شو بتطلع تعمل بالراس دي 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 حط حط هون هلأ بلشنا بسكب الصحون هودي البطاطا الحرة
الكب الني بالصحن الصغير حطها هيك 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 لازم يعني اوكي بس ما تنسى بقى نعملها شويه ديزاين عجل على ثلاث صحون شو الوضع عندكم فادي ولين مهم خلصه جيد يعني رح ناكل هلا بقى ندوق هلا بقى هيدي المهمه هيدي المهمه يلا سبعة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد أوبا يلا خلينا نشوف الصحون هودي صحون البطاطا أوكي بطاطا حرة ومعنا ثلاثة صحون كبة نية لوحة فنية طالعة فخامة بدنا نصور يعني شو قل لي راضي عن الشغل؟ هلا انا اساسا مش راضي بس ولكن كتر خير الله اها طيب هلا اي الصحن بدكم تقدموه للشيف انطوان؟ هيدا الصحن تبع البطاطا اوكي انت نقي والكبه مش قادر تنقي هو لا بيعرف شو انا شايف هيدا او هيدا ايه هلا بدي اطلب منك شيف هادي تضيف مشتركين اللي جوا اكيد اوكي طيب هات لنفوت نشوف الوضع جوا يلا هلا هودي ارشادات العم انطون لهادي طلع معنا هاي الاكل مين بده يدوق هات لنشوف هات لنشوف من دول البطاطا ما تستحوا يا جماعه بلشوا واعطونا طبعا وقعت هيدي هادي اجابه صحيحه هيدي وقعت اوكي هلا عم انطون انا بعرف الكبه الطيبه ما بحطوا لها زيت هلا ادواسي انه كبتك طيبه جايبنا اياها ولا زيت هلا حلو تشرل بحطوا لها زيت مش ابو عرق آه. بس كرمال اللي يسكر على العرقات ما يطلع طلوع شو طمنونا حدا يحكي له كلمة البطاطات لا بأس لا بأس, آه لا بأس. كب النية طيبة بس بهارتها شوي قاسين أكتر بهارتها آه مكتر بهارتها أنا بحب البهار لأ علي شكلك عم تتعشي نبتيع عوضك من اللي فلك عروس عايش أبوكي الأكلات طيبين يستموا إيديك معلم كتير طيبين حبيبي تانكي طيبين كتير طيبين بعد صحتين يا جماعة منشوفكم بالرجعة أنطون وهادي طبخونا كبة نية بالإضافة للبطاطا الحرة أما هلأ صار وقت الشيف أنطوان يعطي حكمه على البريزنتاسيون تبع الصحون وعلى طعمة الكبة النية وعلى طعمة البطاطا الحرة طيب هلأ شكل الصحن الكبة النية عادة بيجي هيك شكل مرتب بحطوله شوية نعنى بحطوله شوية لنشوف كيف طالع معهم أوكي يعني. جاهز شي بشهي لا منيحة منيحة مش, منيحة مش هيك شو كيف لقيتها؟ عجبتني هالفجلة إلى إلى دانا كان لازم القصة صح؟ إيه منساعده فيها؟ ساعده فيها يلا أنا أحدوق بس بركة هيك كمان موضة ما موضة؟ موضة ما أقولي أوكي بس ما وصلت لعندي بعد بعد مش وصلت لعندك أوكي بده يدوق الشيف أنطوان هلا لا أنا بدوقك لإلك آه لإلي؟ عم أوصلك لإلك يلا وأنا بدوقك لإلك هلا معلش يحمشيها بلا بصلي مع عرق نعناع بعدين آه عملت طيارة وأكل يحتاج بالأزهار يلا وأكل يحتاج يلا شف أطوال أنا بتشوف أنا كمان بتعميق طيب طعمي يلا لا أول شيء أنت طيب يلا أوكي أوبا أوبا هلا عندي لقمة شف أطوال نعم هالبوصلة البوصلة تبع الطيارة مش ضابطة مش ضابطة هالمرة عن جد اوبا هالمرة زبطت زبطت رزت الطيارة بالمطار المزبوط بالمحل المزبوط شو كيف لقيتها طيب الكبة طيبة حبيت أنا كمان طيب بطاطا عاملينها لوحة فنية الصحن كيف لقيت الزينة هاي بطاطا شبه البطاطا بتقرقش ايه بتقرقش هلا البطاطا اول شيء الصحن بريزنتاسيون في شوي تعليق علي اول شيء غلطه منيح الفلافله محروقه لازم تكون انعم من هيك كتقطيع الزيت كتير والبطاطا مش معروف كيف قطعوا فيها يعني مقبوله مقبول مقبوله طيب رح نروح هلا الى كوبل جديد ونشوف شو رح يطبخوا لنا من بعد البريك
كوبل وشفنا أنطون وهادي تاني كوبل. بنقول وصلنا إلى الكوبل الأخير بحلقة اليوم يلي هن جو وبنته تشيريل. زابلالون جو طبعا يلي هو وجه محبوب ببرنامج كلامنجي، كنت تقدم كلامنجي وخبير بموضوع النكت. اليوم بدك تسمعنا نكت عن الطبخ، نكت عن الطبخ المحروق وعن الطبخ المنيح. اوكي مش كثير، بدي احكي عن أنطون. بدك تحكي عن أنطون؟ شو بدك تقول له؟ بدي احكي عن جيرانه الزحالني. قول شو لجيرانك يا أنطون. تحياتنا لكل مشاهدينا بسحلة. زحلة اهل زحلة. اجا شاب من اخواننا الشوام من هودي المهذبين، فات على زحلة، بيعرف بزحلة كلهم بيشربوا عرق مثل الفرزول يعني مثل أنطون. بقى شاف شاب اسمه نجيب، بقوم بيسأله: استاذ نجيب، فيك تشرب 4 كبايات عرق متلانين لفوق؟ ايه، واذا شربتن شو بيصير؟ قال له: بعطيك ليرة انجليزية ذهب. ليرة ذهب؟ منيح، عمول معروف شوي. عن اذنك. قام فل أنطون. 10 دقايق رجع، قال له: بعدك على الشرط؟ قال له: نعم. قال له: حطن. حط له 4 كبايات لدعون أنطون على الآخر، مشط شويربو هيك، قال له: هات الليرة. قال له: تكرم عينك. قال له: بس استاذ نجيب، وين رحت بال10 دقايق؟ قال له: لايك الكلام بسرك، رحت على البيت جربت بقرب على شوف إذا فيني عليهم ولا عليك فيني عليهم. يعني صاروا ثمانية. عم بشارط الزحالني. ما طلع له شيء تاني؟ ما عم بشارط الزحالني هرب خلص. على كل مكملين انا وياكم مع جو ونكته، اكيد رح يكون في عده نكت خلال الحلقه كمان وخلال الطبخ مع تشيريل يلي هي بنته لجو. خبرينا، ما بتطبخي ابدا؟ يعني ليك بضمن لك انه يمكن في امل ضئيل ما تحترق. اها ايه، بس انه اعمل مثله لا لا لا. يعني رح نتعشى الليله ولا ما؟ شو؟ منشوف. هلا منشوف. بس شيريل كمان لكل اللي ما بيعرفوا، اكيد في كثير ناس شافوها على التلفزيون وتألقت ببرنامج ذا فويس بصوت رائع ومميز، صح؟ انا ربيت بعائله فنيه، بي بغني وبيعزف عود. ايوه شو؟ هاي بدك لحظه ليه مخبيلنا هالموهبه عنا؟ بتغني؟ بعزف موسيقى. اوكي، كل واحد بيعزف اكيد بغني، بس انه اكيد ما بوصل عليها. لا اها، تواضع 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 يا جو. على كل هلا شو رح يصير؟ اول شيء بدنا نسمع منك شيء، وبما انه كمان الوالد بغني بعد شوي بتعملوا ديو. لا بالهيدا لا. هي مشاكل انا وياها على طول. شو؟ طب اول شيء سامعينا شيء، اهدي هلا للمشاهدين من برنامج امي اقوى من امك. فشو بتهدي غنيه؟ خدني معك على دربي بعيدي، مطرح ما كنا ولاد صغار، دفي ربيعي في شمس جديدي، ونسيني يوم صرنا كبار، نسيني يوم صرنا كبار. خدني معك على دربي بعيدي، مطرح ما كنا ولاد صغار، دفي ربيعي بشمس جديدة، نسيني يوم صرنا كبار، نسيني يوم صرنا كبار. طب ناوية تكملي بمسيرة الغناء ولا لا؟ جو قد ايه بيشجعك؟ قد ايه بينصحك؟ كمان بي من انا وصغيرة كان دعم كتير كبير، وحتى امي اكيد الله يرحمها. الله يرحمها اكيد. وعائلتي. بس انا درست بالاول اخراج سينما، وكانت الغناء كان عندي موهبة اكتر من عمر 8 سنين. لما قررت انه احترف الغناء بلشت اتعلم موسيقى بالجامعة الكاثوليك، وهلا عم خلص الميوزيكولوجي تاني اختصاص لإلي. يلا بالتوفيق دايما. بالتوفيق غناء وطبخا بالتنين سوا. اوكي هلا جو، انت بعرف انه بتطبخ وبالبيت دايما، شو عندك ولاد غير شيريل؟ عندي شاب اكبر منا شربل. اوكي طيب جو، انت اضطريت تطبخ بعد وفاة مدامتك الله يرحمها، ولا انت كنت بتحب الطبخ من وقتها؟ نو من اساسي انا بحب المطبخ وبحب الطبخ وبحب اعمل اشياء كثيره. وبالبيت كنت دايما تطبخ؟ انت من قبل من زمان يعني؟ عازمين حدا انا
بنقول شو الطاولة اللي حتكون وشو بدنا نعمل والاشياء خارج كاس انا بعملها. طيب خلينا نشوف شو هي الطبخة اليوم اللي بدها تطبخها تشيريل بتعليمات الوالد جو، ومن بعد ما يخلصوا اكيد واحد من الكوبليت الثلاثة رح يربح معنا جائزة قيمتها 2000 دولار، هي عبارة عن ادوات كهربائية وادوات مطبخية لتساعدكم بموضوع الطبخ والمطبخ، اوكي؟ جاهزين، شو هو المكون الرئيسي لطبخة اليوم؟ شي بشهي او شي ما بشهي؟ شي بشهي. فاين صمو. ارتحت على الموضوع. عاده شو بتحب تطبخ يعني بالصمو؟ في كذا طريقه. كيف بدك تعملها اليوم؟ مع صوص بلانش. اوكي، بس بتصور رح تكون سهله العمليه انه تعملي، فمنشان هيك شو بدنا نعمل على جنب؟ بلا نعمل معها نعمل لا خضره، لا زين هيدا ايه سوتي، نعمل خضره سوتي وكمان شو؟ وبيوري، بطاطا بيوري. ما في كمان هيك انا صعب لك اياها شوي. ما فينا نعمل رز، انا بحب كثير بيوري. نحن بنحب البيوري. طيب يلا. بعدين رز اكلنا كثير اليوم، اوكي؟ رح ناكل مع بيوري. جاهزين؟ بالبدايه خليني اخبركم وذكر المشاهدين انه جو معكم دقيقه واحده، اوكي، لتعطيها كل الارشادات لتشيريل، وبدك تكوني رشيقه تشيريل، اوكي، لتجيبي كل المكونات وجربوا ما تنسوا ولا شيء. شو هي الكلمه اللي بنبلش عليها؟ وابا. ايوه، وبنقول لها تشيريل ولا جو. 3 2 1. هوبا. ماما هون هون. شو بلشنا؟ هون 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 هون. جربوا ما تنسوا شيء. بهار ابيض، بهار اسود، جيب الحر البواف بهاي الكبيره، واكيد ما تجيبي جنجر بالصومون. جبت من البراد زيت الزيتون، زيت القلي. زيت القلي ولا الزيتون؟ زيتون والقلي. اثنيناتهم؟ اثنيناتهم. فيك تحطيهم اذا بدك هون، نرجع نسحبهم لهون. المهم يوصلوا على الطاوله، المهم يوصلوا على الطاوله. جزرتين جيبي شيريل ستوب يا شيريل. فريمير وبنرجع. اوكي، على كل بدقيقه حسب ما شفت جبت اغراض كثير كثير منيح. هودي هن المكونات. طيب شو هي المكونات الناقصه جو؟ بدي بعض طحين بس. طحين، اوكي، لازم بالاول ولا مش ضروري؟ لا لا مش ضروري. اوكي، لانه انت بعد 10 دقائق فيك تكبس الكبسه وتفوت تجيب الاشياء الناقصه او كمان تساعدها. اوكي، بس بصير الوقت دوب. اوكي، هلا قد ايه عاده هيك طبخه بتاخذ منك وقت؟ يعني بال اذا انا عم بعملها ايه بتاخذ معي شي 20-25 دقيقة. 20-25 دقيقة. طيب كثير منيح. اذا انا عم بلا البيوريه في البيوريه؟ لا لا ما بيأثر. بلا البيوريه ولا مع البيوريه؟ مع البيوريه. مع البيوريه بتاخذ 25 دقيقة. طب وعشو زعلانة؟ مش بدك. منشان هيك نحن بدنا نعطيكم التوقيت اللي بيتطلبوا جو 25 دقيقة، اوكي؟ يعني رح تكوني مرتاحة على وضعك؟ جاهزة؟ ما هو مش جو اللي عم بيطبخ، أنا هالمشكلة. جاهزة تشيريل؟ يلا. جاهز جو؟ بنقول له لا تشيريل وجو. 3 2 1. هوبا، بلشنا. تشيريل جيبي طنجرتين. 2 كبار كثير. اوكي، ما تكتري كثير مي، هودي للخضره للسوتي. جو بهالوقت شو معقول يطلع معك هيك شي نكته عن هيك موضوع الطبخ وعن الوضع بسرعه؟ بابا ما تلتهي، ما تلتهي. في واحد ما بحب طبخات مرته كثير، كترت الميات، دوريهم على القوي، على القوي. قشري البطاطات. اوكي، ايه جو، في واحد ما بحب طبخات مرته. بقوم الصبح بيكتب لها تابلو مثل هيدا، بعلق لها اياه بالمطبخ. اها. ان الله يحب الذين يتقنون عملهم. فتح الباب وفل. بالمطبخ. ايه ايه، متاخذت له اياه وعلقت له اياه فوق التخت. ايوه. على فكرة أنا بس بدي أقول شيء. اللي شافع فيي هو إنه أنا بحضر شيف أنطوان مع ستك اليوم. أوكي، تحية لستك كمان. شو اسمها تيتا؟ تيتا نوال. تيتا نوال، ويلا يا نوال. أيوه. ويلا يا نوال. قطعيهم أربعة. بابا روق خلص. مين بده يعطي إشارات لمين؟ شيرين. ما بيسمع، ما بتسمع الكلمة خيي. بدهم ينطحن بكل الأحوال. أوكي، ما مشان هيك ما تاخدي وقت. قال شو هالعلقة يا مونشير محير كسك جبد وفاد؟ لا ساعة منمشي أنا با، ساعة منرجع أنا ريال. منيحة. أوكي، حطيهم بالماء. أرنبيط. وين أرنبيط؟ جميل.
نتفه صغيرة خذي كم وحدة منهم؟ أربعة خمسة مع الجزر؟ أيوة هلأ؟ رح فوت أنا استشير السالون لنشوف الوضع شو عم بصير عندهم. شو فادي شو ملاحظاتك؟ الوضع كتير جيد عندهم والله. عجبكم الشغل؟ تمام. ألين الخبيرة بموضوع الطبخ الطباخة الصعبة شو كيف بأيدي؟ لا شراني خبرين عنا عن جد. هادي أنا اليوم فايق وعم اتوحم على السمون. وزبطت معي اليوم. هاي هم وشكلها هلا ناطر أنت السمون أنا ناطر طارة وشكلها سريع وعم تشتغل هيك طريقة حلوة فحناكل شي قريب. لا نتابع على المطبخ لنشوف كيف الأوضاع. بديش فوت يبلى الطحين. تجيب الطحين شوي. اوكي شو ناقصك غير الطحين؟ يلا وهيدي فوتة الجو. الوقت بصير دوب الأكيد. هذا الطحين شو بعمل هون؟ حطي زيت بيكبس الكبسة بنرجع على الوقت كمين الطبيعي كمين. بس صمومه مش لازم ينزل على النار ولا بعد؟ ما تقطعيهم حطيهم مثل ما هن. فهي كتير كبيرة. اوكي هاي ايه اوكي عافيك. يلا حطي رح تحترق. عصب عليا هي العصاي جبنا بعد معه مشكلة على يضربها بالعصاي شو ضربة. أيوة خفف الغاز خفف الغاز. مشاهدينا التوتر واضح بين جو وبنته تشيرل. شو رح تكون نتيجة الصمو مع البطاطا بيوري؟ كل هالشي رح يبين بعد البريك. خليكم معنا. وانا جربت ابعد عن ساحه المعركه لانه مثل ما شفتوا قبل البريك اجواء مشحونه وتوتر واضح بين جو وتشيرل. الصمو على النار تشيرل بعدها بالبطاطا بعد ما عملته بيوري. جو معصب وعم يطلب منا تعجل وبشكل قوي. انطون عم تتابع من هوني معسيهم بقلبه بلا ماجريكس بلا بلوط. تشيرل بعد عندك ست دقائق. اوبا برافو عليك. مش الحال ليك هلا ما بقى تتدخل انا رح اشتغل. يلا شرشور بده يرجع على الطنجره. شارل المعصبه وطي الغاز تحتها. شارل المعصبه بس بي عم بيقول لها شرشور عم بيرجع يطر الامور. عم بجرب يطر الامور بالخفاقه. رح نخفق البطاطا. نخفق البطاطا شو هلا؟ ايوه مشي مشي. اوكي 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 عطيك. مش عم نقدر نحكي معها بهذا الشيء. عم بتزرزب عرق. عم بتزرزب عرق. حطينا ملعقة حليب فوقهم. حليب هيك ولا كريم؟ لا لا حليب حليب. بعدين بعدين ملعقة؟ ايه شرل عرقت عم بتزرزب. فضي الميات شوي من هاو. فضيهم فوقهم؟ فضيهم لا 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 مفضيهم هون ما بدنا اياهم. نتفت مي. يلا بس اجواء مشحونة جدا. حطيه على النار. فضيهم فوقها ماشي كثير منيح. 39 ثانية لانتهاء الطبخة. منلحق كسرت لنا المطبخ. كسرت لنا الاستوديو. كسرت لنا الخفاقة. سيح سيح كسرت لنا راسنا. شعبة زبدة. لشو الزبدة بعد؟ شعبة زبدة وما تشارعي بالإذن أنطون. أنا عم فكر انسحب بهالحلقة. كملوها لوحدكم. شوفوا شو بدكم تعملوا. شو في للسومو خلص؟ افتكر نتخبى من شرل. اوكي اذا خلص شو صار عندنا بالطبخ؟ اوريت تركيون شرشور تركيون. حركي هوديك اللي حدك دغري. شيل السومويات حطيهم بالصحون. اوكي نرجع نتخبى. جيب السومو حطيهم بالصحون هون. زحله زحله زحتلك زحتلك. ايوه حط الثاني كمان. استووا مزبوط؟ ايه استووا. جرحنا الطنجره. جرحت الطنجره. كسرت الاستوديو. كسرت الخفاقة. معلي معلي في داية. فداكي أكيد فداكي. عم بطبخ لكم أكيد 100%. ها
هودي الصوص صاروا جاهزين. حلو حلو جداً. اوكي هيديك الصينيه شرشور. ايه اسمعي طلعت طبخه منيح. كريم فريش فوق البصل. يلا يا شيخ بس بس شيريل شو عم تعملي هون؟ ما بعرف انا مش عارف. يلا البوريه شو بدك تعمل؟ البوريه جيبيها لعندي. اوكي طرقت يحرق رفك. يحرق رفك بلشت المسبات. طولوا بالكم يا عمي طولوا بالكم يا جماعه على جنب هون. بعدين ما تنسوا البريزنتاسيون بالاخر بدكم تحطوا لها شيء شيء كزبره شيء نعنع شو بعرفني. اوكي وهيدي البوريه عم تعملها بشكل مرتب. ما انت بالصحن ما انا عم بحط. اوكي ما تجاوبي بيك. طب اخذنا العصايه من انطون ما استعملتها. هي ما جبرتني. اوعى تجو هيدي هيك بتفوت بالعنف الاسري هلا على الهوا. اوكي يلا تاني وحده بعد ثلاثه رح نخلص الوقت. حط الخضره طفي الغاز. حط الخضره وطفي الغاز. هيدي الخضره حلو قرنبيط وجزر. اوكي بس بس قطعه بقطعه. يلا جيبي الصوص. خلصت ما تنسي الصوص. خلصت هيدي البوريه خلاص. وين اخذ لي الملعقه؟ اوكي 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 حلو الصوص. هي قطعه طيبه. جيبي الشمر طيبه زيني فيها. هي يلا شيف انطوان. هي يلا شيف انطوان. يلا هلا بس بنرجع بننقص احنا الشيف انطوان. اوكي اوكي جيب الـ شو اسمه البوافر من هونيك على السريع وطفي النار. على السريع طفي النار. اعمل هيك ايوه كمان 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 بعد شوي بعد شوي معك وقت معك وقت هون شوي. خمسة أربعة أوكي شيريل هتاكلوا صومو. بدها موسم غامرة. تفضل جو تفضل تفضل بركة يا بنتك بركة يا صافي. يعني من بعد هالمعركة الحامية المعركة العائلية بين الجو وتشيريل عصبتي ليك ليك وعرقتي بس كثير حلو وكسرتين للمطبخ وكسرتين للخفاقة وكسرتين لراسنا وعملتين للزومو. على كل هالثلاث صحون اي صحن رح تقدموه لحكم البرنامج شيف عطوان بده يكشف عليها بريزنتاسيون وطعمه. افتكر هيدا ايوه هيدا ارتب واحد. نعم. فاذا هيدا للشيف عطوان بدي اطلب منك هلا ماكسين. لا طبعا خصومك يلا المعلم انطون وفادي وهادي وألين. برافو يلا انطون دق لنا اياها لنشوف. اعطينا لنشوف. تفضل معلم انطون يلا. فادي وألين اعطونا رايكم بصراحه. شو انطون دقت ولا بعد؟ انطون هي لك لو بالعشرة مش العشرة. شو طلع معك انطون؟ دقت الصومو ولا بعد؟ الصومو بعد بده يستوي لازم. اه بده بعد يستوي؟ ايه اكيد. اوكي وفادي بيوافقوا الرأي؟ 100% وبدنا ملح. البطاطا بس. البطاطا بيوريه؟ طيب. اوكي عن جد صومو هالديات. ايه ميرسي حبيبي. يا صومو عملها لكم. ايوه وحقيقة هادي شو؟ ما بده أكثر. دقتها أو لا؟ بلا كثير طيبين بس بده ملح. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا الى الحكم النهائي على الطبخه الثالثه مع الكوبل الثالث اللي كانوا جو وتشيريل. الشيف انطوان حكم البرنامج. هلا صار وقت نكشف كيف تتوقع تكون صومو مع البطاطا البوري. نتوقع منيح لنشوف شو قولك شي بشهي او لا. بدنا نشوف بدنا نشوف اكيد. وهذا هو الصحن وبنقول لها هوبا. هذا هو صحن الصومو والبوري. اول شيء اللوك كيف ملاقيه؟ لا اللوك كثير حلو مبين منيح. بدنا ندوق ولا لا؟ اكيد بندوق. طب وشغلهم مثل ما شفتوا لجو وتشيريل عصبوا؟ اكيد بضل في اغلاط وبضل في اشياء منيحه ضمن الظروف. وقد ما واحد يكون شاطر عند الامتحان بتلاقيه موتر شوي. اكيد 100%. هلا اني بشكل عام كصومو هيك شكل كثير شو مندوق؟ مندوق يلا عليهم. انا اليوم شو. بدي ذوقك. اوكي وانا بدوقك وحدة بوحدة. شو رأيك؟ يلا بنعملها هيك وحدة بوحدة. منصيبها هناك؟ انا شو تيابنا؟ دخلت عليها؟ منيحة. طيب البوري كل واحد لوحده؟ كل واحد لوحده. يلا صومو منيحة؟ ايه طيبة يعني حليب ما فيها. وإذا استعملوا كتير قليل. هالجزرة يمكن ما حطوا كفاية.
درجي انه تكون شوي قاسي اليوم. اه درجي شو هي موضه يعني موضة. الجزر اكيد بكل شيء في موضه حتى انه بالجزره بالجزر. كيف بده يعرف واحد انه هلا مثلا انه درجي هيك اذا كانوا عم يمشوا على الاطباق الفرنسيه اوكي بيخلوها شوي قاسي بحبوا بس طيبة. شو انا بلشت بالصحن مبين انا هيك دائما باخر برنامج بصير وقت العشاء صار ترمك يعني. صحة وهنا مساقبة. أنا بحب الصومو كمان. مشان هيك كمان. كلنا بنحب الصومو بس منه نحن هون عم نكون حكم من حالي. أنت حكم أنا جيت عشق. مشان هيك تفضل عمو جديد حكمت لك منيح. يلا شاب أطوان أكيد هلأ أنت حددت مين حيكون ربحان بحلقة اليوم. منذكر أنه جايزة قيمتها $2000 أدوات مطبخية وأدوات كهربائية لا تساعدهم على موضوع الطبخ. إلى النتائج النهائية بحلقة اليوم من بي أقوى من بيك. هيك مشاهدينا بنكون وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من بي أقوى من بيك. ثلاث بيات كانوا عم بيشاركونا اليوم مع ثلاث أولاد لألون فادي وألين يلي قدموا لنا طبخة المقلوبة وطلعت معكم مقلوبة منيح. أوكي كان في معنا المعلم أنطون وجايرو هادي اللي قدموا لنا الكب الني بالإضافة للبطاطا الحرة. كمان طلعت جيدة والشيف أنطوان أشاد بالكبة بس بالبطاطا مش كتير. أما جو وبنته تشارل قدموا لنا الصومو مع البطاطا البوري والخضرة بثلاث طبخات إنه ثلاثتهم مقبولين بس ثلاثتهم فيهم اشياء بوزيتيف واشياء فيهم نيجاتيف. هلا شيف أنطوان صار وقت نوصل الى النتيجه النهائيه. اوكي الاعصاب مشدوده. مين رح يربح بين الكوبليت الثلاثه؟ هل اكله الصومو مع البطاطا الفوري مع جو وتشيرل؟ هل الكب الني اللي قدم لنا اياها أنطوان مع جارو هادي؟ او رح تكون المقلوبه جدا 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 بين فادي وألين؟ الفائز معنا بحلقه اليوم من بي اقوى من بيك رح تكون طبخة البطاطا الفوري جو وتشيرل. من ألف ألف مبروك لكم. فاز مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا. الفائزين معنا هن جو وتشيرل يلي عصبوا كثير خلال الطبخة بس بالآخر لقوا النتيجة وكانوا هن الفائزين. لقانا الأسبوع المقبل حلقة جديدة من